النهار مع حزمي بوشيبة على كابا فام. احنا على ابواب شهير فضيل، شهير رمضان الكريم على الابواب، شهر التقرب الى الله. ماذا بينا ناخذ هكا شحنه ايجابيه من عند السيده الفاضله ساره الهذيلي. مرحبا مدام ساره. مرحبا بنتي الغاليه، ومرحبا بالساده المستمعين. ربي يحفظكم، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا رب. مرحبا. امين امين يا ربي. تحيه كبيره ليك وشكرا ليك على قبولك الدعوه. توا العديد من المستمعين بدينا في الاستعدادات لشهر رمضان، ولكن ديما ننساو مدام ساره، اكيد انت تشاركني نفس الراي، نبداو نحضروا في القضيه في رمضان، عوله رمضان، ولكن ننساو الاهم ننساو علاش هو شهر رمضان، شهر التقرب الى الله، شهر الفضائل الكل اللي اكيد ان شاء الله يا ربي ناخذوها. نصائحك للساده المستمعين، شنو لازمهم يعملوا؟ قبل كل شيء نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد صاحب الكتاب الأتقى والقلب الأتقى والثوب الأنقى، خير من هلل ولبى وأفضل من طاف وسعى وأعظم من سبح ربه الأعلى. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد. الاستعداد لشهر رمضان بنتي الغالية هذا طيب وجيد، احنا في يعني في العائلات التونسية طيب انه احنا كانت والدينا يعني رحمهم الله ولا الأحياء ربي يرزقهم، التحضيرات من ضيافة الدار، من العولة، من تحضير الماعون، هذا جيد، يعني ثم حاجة جديدة جيتنا، ثم حاجة قاعدة تتجدد كل سنة. ونقولوا ديما يعني حتى أمهاتنا وأجدادنا الكل يقولوا رمضان ببركته ومحليها الكلمة الحقيقة. وبالعكس هذه حاجة طيبة، يعني أنه ثم روز جينا خير، جينا يزلنا تحط عولتي ونحط تركينتي، يجيني ضيف لعائلتي بشلم عائلتي اللي احنا العائلة توا التونسية، يعني المرأة العاملة ما شاء الله ربي يعاونها، والزوج العامل والأبناء، يعني المدارس والجامعات والروضات، هذه فرصة تكون الوجبة رئيسية مع بعضنا ولما مع بعضنا، وتكون يعني سهرة عائلية مع بعضنا. السهرات هذه اللي احنا اشتاقوا لها الأرحام، لما هذه أكيد استعداد من قبل، الاستعداد هذا الروحي والنفسي هذا جيد، يعني اللي نحضروا فيه في العائلة التونسية يعني جيد، بالعكس هذا جيد جدا. كيف مع هذا ما ننساوش اللي هي الآية القرآنية الكريمة اللي قال ربي سبحانه وتعالى، يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. إن شاء الله يا ربي يهل علينا رمضان بركاته ونفحاته وأسراره وأنواره وبالصفاء وبالأرزاق وبالنجاح، يعني ما شاء الله هو شهر رمضان، ثم امتحانات وليداتنا وإن شاء الله قادمين على امتحانات البكالوريا والجامعية، وأبنائنا الكل إن شاء الله يدخل علينا بالأرزاق وبالنمو وبالفرحة يا ربي، بالصفاء الاجتماعي، يعني إن شاء الله بكل خير، حتى هو شهر الخير. راي شوف مش الأرض برك تفرح، حتى السماء تفرح، يعني حتى السماء تفرح، حتى الجنة تفرح، يعني تتفتح السماء أبوابها ورب سبحانه وتعالى ينادي ويقول له الجنة يا رب اجعل لي من عبادك سكانا، يا رب اجعل لي من عبادك سكانا، وحتى الشياطين تصفد، ما عادش عندها يعني مكان، ما عادش عندها مكان فينا، يعني هذه يعني القلوب اللي يحتمل من كلمه تترسس ولا من لبسه ولا من نظره ولا يحتمل من سوء ظن، هذا الاستعداد اللي ندخل سيدي رمضان يدخل علينا واحنا قلوبنا طيبه، الا من اتى الله بقلب سليم، نصفي سرايرنا من الشحناء، من البغضاء، من الحقد، من الحسد، بسم الله عليكم، يعني هذه أمراض القلوب اللي هي يعني سبحان الله تتزين برشا ويحتمل بسوء ظن ويحتمل، يعني نصفي السراير، نصفي، راهو الشهر هذا داخل بالخير وداخل بالبركة، راهو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، يعني ما عادش ننظروا لبعضنا كان نظرة الرحمة ونظرة الخير ونظرة حسن النوايا، حسن النوايا، ونبعدوا على سوء النوايا وندخلوا زادة بالعمل، خاطر شهر رمضان راهو شهر عمل، راهو نفرحوا فيه مش نرقدوا فيه، بالعكس تبدا فرحان، بالعكس يعني فرحان انت في شهر الخير، يعني للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، مش تفرح اللي انت في حالة عبادة على قد ما صايم وعلى قد ما
الدار يبدا اهل كونتاري يخدم، يعني انت في حاله صوم، في حاله عباده، معناتها في طاعه الرب سبحانه وتعالى، خاطر الاجر كله مضاعف الا الصوم، فانه لي وانا اسلي به، يعني اجرك عند ربي سبحانه وتعالى، خاطر نعرف الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره، الا الصوم يبدا فرحان بك ربي سبحانه وتعالى اللي انت مطيع ربي. معناتها شو احنا نمشوا الاطباء يعني يقول لك تصيم 12 ساعة ولا 6 ساعات ولا 4 ساعات ولا ريجيم، هذا يجيك يعني راحة نفسية، يعني ثم الخير الصحي والخير الروحي والخير النفسي والخير الاجتماعي، لكن لما هذه الاجتماعية يعني خير وأسرار وأنوار. إن شاء الله يدخل علينا وعليكم وعلى أهليكم وعلى عائلاتكم وعلى أبنائكم بالراحة والنجاح. أمين. والأرزاق والأسرار والأنوار. آمين يا رب العالمين. نعم. آمين يا ربي، شكرا لك على هذه الكلمات الإيجابية. عايش بنتي، إن شاء الله هذه أول مصافحة، أنا قديش نتشرف بهالمصافحة بناتي وأبنائي، ربي يحفظكم إن شاء الله يا ربي، اللهم بلغنا رمضان ويبلغكم رمضان بالأرزاق وبالأفراح وبالصفاء وبالنمو الاقتصادي وبالخير الكثير، خاطر ربي سبحانه وتعالى اسمه الرزاق واسمه التواب واسمه الرحيم، وأحبكم في الله وأحبكم في الله. السلام عليكم، شكرا الله تعالى وبركاته. شكرا بالنسبة. شكرا لك، مشكوره جدا. هذه الاستعدادات الى شهر رمضان المعظم، ان شاء الله ربي يبلغنا رمضان سالمين امنين يا ربي. طبعا رفقه الناس اللي نحبوهم، بربي اذا اي واحد فيكم تغشش على حد من عائلته حد من اصحابه، هز التليفون وكلمه على المديني، عندك شكون متغشش عليك؟ انا متغش عليك؟ عمري ما تغش عليك يا لولو. بربي خليو ديما قلوبكم صافية مع بعضكم، وخليو الشهير هذا يجينا وإحنا سالمين مسلمين يا ربي. شوي آخر ترافقنا في الإخراج من بكري وهي تستنى وقتاش تاخذ القيادة، أمل بن سليمان سيدة الشغب الأولى في تونس بعدك أحلام زوميت. خاطر أحلام وعلي ما عادش نجم نخدمهم مع بعضهم الحقيقة في نفس الاستوديو، تعبوني تعبوني برشا برشا برشا، بالأخص رمضان جاي ولا فايدة أحلام. أبدا يوم من توا شبيها يا علي. يلا ترتيح صغيرة ثم لنا عودة. 95.2 FM.